لنهاية المكيف وممتد بشكل حرف واي. هذا الراديتر راح يجي دبل، يعني دبل راديتر، فراح يعطينا قدرة تبريد كلش قوية. نلاحظ هنا اكو فتحات للبواري، هنا عندنا بواري مالته راح تكون كلها بواري نحاسية، وهذا البطل اذا ملاحظين عليه مصطفى قدرت تطلع لهم اياه. اذا تلاحظون هذه البواري النحاسية تشوفوها، وايضا اذا نجي لخلف المكيف راح يكون علامة تجارية موجودة مالته اللي هي التوسوت، ونشوف الراديتر المستخدمين به من النحاس الاصفر. ودائما انا واغلب فيديوهاتي يلا حيا متابعينا الكرام، شلونكم ان شاء الله بخير. بهذا الفيديو راح نتكلم لكم على قطعه لاول مره نعرضها بالقناه، هي مكيف البلسان او مكيف توسوت من شركه بلسان التجاريه. مكيف راح يجي حجم 2 طن، انابيب نحاسيه، وراح يجي تصميمه وتصنيعه ايضا بشركه جنرال الامريكيه الاصليه، واللي كانوا او جانين جنرال سابقا راح يشوفون شكله مقارب الموديلات الجنرال السابقه، كفاءه التوسوت واداء التوسوت وايضا عمره الطويل خلوا العالم او بالاخص العراقيين يرغبون ويفضلون على بقية الأجهزة الكهربائية من ناحية التبريد، لأنه عمره طويل وأيضا تبريده قوي ويتشد مثل ما نقول بأجوانا العراقية وكهرباتنا التعبانة. مكيف البلسان التجاري اليوناني اليوم حجم 2 طن، راح نتكلم على تصنيعه، نتكلم على شكله وعلى الغاز مالته وعلى كل مواصفاته وكل الملحقات اللي تجي به. لكن قبل أن نبدأ الفيديو مثل ما عودناكم، أتمنى تصلون على النبي محمد، فعلوا زر الجرس والاشتراك بالقناة. تعالوا يا ابو قاسم. بالبدايه كشكل خارجي هو كحجم شبيه ببقيه المكيفات، لكن يجي به موديلين. اللي نقصد بالموديلين اكو موديل عندنا نسميه احنا بالمصطلح التجاري مالتنا او بالسوق نقول عليه يصير ابتر، يعني يصير قصيف بالطول مالته يصير قصيف، اما الكاسيت يصير طويل. هو اغلب شيء او العالم ترغب اكثر شيء هو الكاسيت، لكن هذا لازم تفصل له تفصال جديد مال المكيف لان حجمه كبير لكن تبريده كلش قوي. وجه المكيف راح يكون تصميمه انيق خلينا نقول عليه وشكله جدا حلو. شوف مطي جمال، مطين جماليه المكيف بهذه الخطوط الهندسيه او الترتيبات الهندسيه. الغاز المستخدم بغاز الار 400 بهذا المكيف، غاز الار 410 اي اللي يكون صديق للبيئه وايضا يكون ايكونومي اي اقتصادي. المساحه قبل دقائق او قبل شوي ذكرت لكم قلت لكم شكله يشبه شكل الجنرال. اذا شايفين الجنرال قبل تكون بقاعده من هنا ويكون بتطريز ايضا ذهبي وتكون بهذه القاعده اللي من نفتحها يلا نقدر نشتغل بازرار التحكم وتسدها بهالشكل يكسر مكيف قطعه واحده. هذه ايضا ذكرنا مكيفات الجنرال، طبعا بي 3 درجات للتبريد وايضا راح يكون تدفئه تبريد تقدر تشغله بالصيف او بالشتاء. عندنا هنا ملصق او بطاقه كفاءه الطاقه من شركه بلسان اذا تلاحظون، او ملصق كفاءه الطاقه العراقيه لهذا المكيف. هو مكيف هواء علامه تجاريه توسوت، الموديل تي دبليو اتش 246، هذه الموديل مالته تدفئه وتبريد، اعلى استهلاك للسنه للطاقه، نسبه كفاءه القدره الكهربائيه بالكيلوات، سعة التبريد 22000 وحدة حرارية، وسعة التبريد سعة التدفئة التبريد سعة التدفئة 2900 رقم المتطلب العراقي. كل مواصفات ذاكرين لكم اياها هنا. عندنا هنا بطاقة الضمان ايضا من شركة بلسان، اذا ملاحظين هذه الملصق مال شركة بلسان. عندنا هنا الموديل مالته حتى ما ينغش، رقم التصنيع او سنة التصنيع، مصنع بشهر الرابع 2023 والرقم التسلسلي مالته. هذه توصلكم مع الجهاز. نتكلم على داخل الجهاز ونتكلم على الراديتر. اذا نلاحظ الراديتر بادي عندنا من قبل نهاية المكيف وممتد بشكل حرف واي. هذا الراديتر راح يجي دبل، يعني دبل راديتر، فراح يعطينا قدرة تبريد كلش قوية. نلاحظ هنا اكو فتحات للبواري، هنا عندنا بواري مالته راح تكون كلها بواري نحاسية، وهذا البطل إذا ملاحظين عليه مصطفى قدرت تطلع لهم إياه. إذا تلاحظون هذه البواري النحاسية تشوفوها، وأيضا إذا نجي لخلف المكيف راح يكون علامة تجارية موجودة مالته اللي هي التوسوت، ونشوف الراديتر المستخدمين به من النحاس الأصفر. ودائما أنا وأغلب فيديوهاتي أذكر لكم أنه النحاس يكون عمره أطول وأيضا يكون كفاءته أقوى بالنسبة للمكيفات وبالنسبة للسبات، لأن يكون مقاوم لعوامل الطقس الخارجية والداخلية. لهالسبب اقول للعالم اغلبهم يابا انصحهم او اقول لهم اخذوا مكيفات تكون نحاسيه صفراء. طبعا هاي الكرتونه مالته، هنا عندكم معلوماته، الموديل مالته، وهذا الغاز 410، ضغط مالته تي 3 ضغط صحراوي، واللي يسالوني شلون نعرف اصله او لا، اذا تلاحظون هنا مكتوب الموزع الحصري في العراق شركه البلسان التجاريه،
يعني هذا مع شركة البلسان أصلي. أكو مال دبي فقط توسع تنكتب عليه وبدون هذه الكتابة. وأيضا عندكم هنا الموديل مالته، وأيضا إذا تقرون جوا الموديل يوزع من قبل شركة البلسان التجارية فقط. أكو إصدارات بالآونة الأخيرة صراحة توسع تنغش من أو قلدوا من ناحية التقليد، أو قاموا يجيبونه من غير الوكالة، يعني يجيبونه من الإمارات من دبي بدون ضمان ويبيعونه أرخص ب50 إلى 100 دولار. فعند ما يعطل عندكم من تروح للصيانه، بالصيانه يقول لك يا ابا انا مو من يمك فما نقدر نستقبله. فحاول تتاكد انه ملصق الطاقه، ملصق كفاءه الطاقه مذكور بالموديل، وتتاكد من الموديل بطاقه الضمان من شركه بلسان تجاريه. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكون استفادتكم من هالفيديوهات اللي قاعد نقدمها. وبنهايه الفيديو قبل لا اقطع، مصطفى خطيه صار احمر من الحر. سعر هذا المكيف راح يكون 400 دولار، عرض خاص لفتره محدوده، حجم طنية كاسيت مو الأبتر. مثل ما ذكرنا لكم، أنا كرادة خالد مقابل ثانية المهم جواد، متوفر توصيل كل محافظات العراق. وحياكم الله وألف هلا بيكم.